رنقولة ورنقولة قدام كلشي اللي كان فرحان لك انت اللي كنتي في الحبس ياك راه يشرب من نفس القات ديالك اللي كان فرحان لهاد الانسان اللي كان في الحبس وما درت لي والو وكان وقف في طريق ديالها للتنازل وكان واقف داك الشيء ديالها باش دخل هاد الانسان الحبس وكان فرحان ليها هي وهي ما درت معاه غير الخير والله تاريت راه يشرب من نفس الكاس اللي شربتي منه انتي هادشي اللي قادر نقول داك الشيء اللي كاينه حب شوفي ان الله يمهل ولا يهمل فهمه ودوره ماشي شي وحده هبيله اللي غياثر عليها ماشي شوفوا انا نقول لكم حاجه انا اللي تنعرف غيتها بالواقع وانا اللي كنت الطعام انا اللي اكلت الطعام وانا اللي تنعرف غيتها وتنعرفها مزيان اوكي راه غيتها بعدها على المشاكل عباد الله اللي تطلع يجبدها تدافع على راسها وعندها لسانها وتبارك الله عليها الله يحفظك تامر كاينه بعدها مين شكون تهدر بلاتي وانا تامر مروان وبلاتي مروان غيتها انت تعرف اشنو تدير ماشي غبيه اوكي انا ما نقدرش انا كما انا غيت عندها ناس يهتر عليها وطلعت معاهم انا بالهام واش انا نخاف من غيتا كما غيتا تطلع مع الناس انا ما تنخافش ولكن عندي احترام في احترام بيني وبين غيتا صافي هنا يا جماعه طفينا الغضب شحال هذه صافي ما نبقاوش حنايا كل نهار ندابزو اخوتي نقول لكم واحد الشهاده على غيتا دير الرويشه فمها هي طويل لسانها كتجاوب على راسها كتعاكي على راسها انا تلاقيت غيتا غيتا حنينه درويشه واخا تشوفها في الواقع دابا غيتا شنو اللي ما كيحمل كيخليوش المغاربه يحملها هو فمها كتجاوب كتاتاكي على راسها لسانها هما اللي مخلي المغاربه كيأتاكيو لا انا غيتا طلاق والله غيتا درويشه شنو كل شيء انا ما كنحماقش عليها انا كنحماقش ما كتحماقش عليها متامي ما كتحماقش عليها حاتيم هاد لا غير ما كتحماقش عليها عليك ما عرفتش تلحس عليك غيتا اختي ما عرفتش كيفاش طلاقيتها وطلاقيتها ما كتلحس عليها طلاقيت غيتا فين تلاقيتني ولا فين تلاقيتني ويلي العاهه قالها كان معانا بالسهره ديالنا مروان الدميري مروان مصطفى الغزال مروان ظريف الاطلنطيك الله يعمر به الدار غيتا انا تلاقيت معها ونعمة إنسانة محترمة تعشينا أنصوم ضحكنا اللعب والنشاط و ما كاين لا توصل الهضره ما قللنا لا ما تعادش شي غير لا تما فين الى فين الى نضحكوا عرفتي الصراحه ديال ريتا من نهار اللي تلاقيت انا في الواقع اقسم بالله الى هذه الانسانه ماشي ديال السوشيال ميديا كاع هذه الانسانه كاريه مشيت انا عند ايا ايا من زامي شوفوا تهلاو فراسكم انا كناكل ايا حبيبه غتبقاي عزيزه ريتا تاكلي جنابك يا ريت داويه تاكلي داويه كتاكلي الشلاقه خليها تاكل راه بنت مدينتك الحمواره جاوبي جاوبي غيتا جاوبي جاوبي يلا باش يضري بابا يا جاوبي اللي حنايا الدرك حاتم كنعرفو من يمد انستغرام يا موت السبيع لا راه ود راه حومتك راه ود قعقعه ولا نعم ود درب الفتيان الحمريه تا هو راه كتاكلي وفمك عامر يا الهداويه يا الزعلوكه بالرضاع كتاكلي المراقي في هاد الساعه هيا خارا الله يحييك غيتا غيتا غدراكم باقي فايق كنحماق عليكم الله يحييك خليتي رديتي البال هذيك اللقطه ديال ايا بقى زعما وضحك ديك قالت لها خاريا قال لها الحر تاع قال لك علاش خاريا حتى انا كنضحك شويه السلام عليكم يا السلام عليكم السلام عليكم انا كنت كنتعشى وكنسمعكم والله الا وحلتوا عليها صاحبي قسما بالله كي داير يحيى بخير كي داير الياس خويا صافا لاباس كي دايرين الله يحفظك الزين يا كي بقيتي يا خويا صافا الحمد لله كي دايرين لاباس انا كنصابره تكمل غيتا اوكي انا هضر اي وحده ولا راجل داز من الحبس مره ومن بعدها بشهر مرتين من ولاد القحاب من هادوك الشماكريه نتوما تطلعوا ليهم البعار انا ما بغيتش نهضر فين غير اختي حبك حبه
بورس وخمسة خرس يا اختي يا اختي اش تحبسي فيها ورا هي راه كانت تهضر ويل يا غيتا انا عارفه غيتا دابا بدير المسامح كريم انا اختي ندير من انا كل منك غنطلع وغادي نكون حاقده وغادي ندير الانتقام واش جلاتها مع داك اللاندري ورا انتامر الفيديو شوفوا عارفه كلشي عارفه كلشي انا ما طلعت نقول لكم راه هذاك الشيء كاين انا راه عندي كاين الهام عارفه كلشي ولكن هي مبحثه راسها انا عارفه داك الشيء ما طلعش نهضر ليت اختي ديري المسامح كريم ولا العبيات بيها ويا ربي يسر عليك ولكن نقول لك راه ديك بنت القحبه اللي دابا هي تطلع عندك مره تصيفط لك وريضه وداك الشيء قوليها بعدا حيت هي راه تصيفط للناس اخرين الاموال الطائله ورش رش 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 بعدا انا منك غادي نقول لك غيتا قوليها بعدا تصيفط لك الفلوس حيت هذيك اكبر بنت القحبه وهي دابا بطلع منين واش بنت القحبه هي طالعه والبارحه تقول لك عرفتي شنو تقول تقول لهم شوف خلات كلشي تقول لهم تامر هو اخر واحد هضر مع غيتا ديك الليله هو اللي سمع البوليس انا دخلت غيتا للحبس وطالعه معايا من نيتك شوفي المسامح كريم ولا ما كريم انا ما تنحر حتى شي واحد بالعكس انا ملي طلعت غيتا ما بغيتش نهضر خليك اختي هكاك واخا حتى انت نقول لك اختي طلعي معاهم مع دوك الموجات راه ولاد القحاب راه تتخلصوا من باب الكبلوت وتطلعوا معاك وتفهميني ولا لا انا راه ما عنديش مع ديك القحبه ودفن من عندها دازت عليا غادي نطحنهم ها هذيك المسامح كريم ما كاينش انا شي واحد تجهل يا الموت ودخلني للحبس غادي بلاتي 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 اقرا واش كتبت قايد غيتا انا صفط لتامر مساج فاش كنت في الكوميساريه انا ما عارفش فين غيتا ما عارفش فينها شفتي يا ولاد القحاب شفتي يا زباله مردوم الفم شفتي يا زباله مردوم الفم شفتي يا السردينه الخامسه اللايفات واش منيتك انت دابا مشيتي انت تتلعبي بالقانون انت تتلعبي بالقانون وانت بحدوك الشمكاره اللي تجمعوهم علينا في 5 الصباح متى نكونوا ناعسين بنقول لك يديك فيه وتصنطي ليه انا ما تنهضرش من فراغ هاد الشرفات شدك غادي نخورك حنت انت اكبر مخوره وانا باقي شدوني مشديني بانني ام هادوك الدراري اللي انتي نقلكت اوكي وكل شيء شوفي انتي هادوك الدراري الى حد دار عليك بالاغ وكاينين في اليوتيوب مرميين انتي ضربتي ولدك واحد المره في اللايف انتي الدراري زعما ناعسين مع 4 الصباح وما فايقين كي الشياطين انتي ولادك ولاد لاج تجلسي وتجالي انا في بنتي انا بنتي شوفي كل قي عليا شي حاجه كرميتها ما ترحمينيش حنت انتي غداره انتي ما تتحملي حتى شي واحد يبان انتي تتشوفي شي واحد اللايف هذا وزير الزمل تبوك انا اش غندير بهذا اللايف طالع انا ما طالع انا راه شوفوا سمحوا لي الناس تيك توك انا ما عنديش مع التيك توك انا باقي بحدك الشيبانيات في الانستغرام اوكي وتتعرفوني والله العظيم ما نزيد على الجمله شوفوا زباله تيحط له دراب ديال الزوامل وهو كان بغى يغتصب اسماعيله على اسماعيله داوي اسماعيله ساكن في اسبانيا نيبالا عرفتي اقود حاجه انت دابا الحاس انت ما عندكش السنان لا فوكوت هذاك ماشي هو ماشي هو طات لك لهذوك فوكوت يلاه الياس بغاو يدوزوا الميساج خليهم بالعاني هو شحال من عاني بنت الزعيم؟ فوق كونت هذاك لا صاحبي ما تديوش على هادشي تامر عافاك كونت نضرب في موضوع ديالكم أسامة دير عقلك هبطها نخنو هبطها صاحبي وأنا ما تمشي قاود بحنا هبطها سامي ما عرفتش شكون نخنو خير أسامة ولدنا هذاك ما طلع لي حتى شي ولد القحبة خليني أنا في الموضوع ديالي واللي ما يبدل لك الموضوع عطيه الزمن تبوب هاي تسكنات هاي غتسكني أنا جداش شافو سان
هذيك بنت القحبه هذيك هذاك زيبالا المتشرد واحترام المتشردين. انت اكبر انت اكبر راه حرايفي في هذا الشيء اوكي انت حرايفي هو اللي كيخطط كل شيء عندي في اللايف تتقول ما كاين لا اغتصاب لا والو دابا تتلحس تصيفط لك الفلوس وراه 50 اورو غادي قبل ما يسالي اللايف نو 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 بلاتي 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 عافاكم جاني مساج ضروري البنت اللي طلعت معانا عندها شي حاجه تقولها تفضلي بنتي السلام عليكم لاباس عليكم كلشي لاباس لاباس اول حاجه غنقول لعمو عمو باقي كتعقل نهار اللي اتصلت بيك وكانت معنا سينا كان ايامات اللي قالت لك السرديره الخالده قالت لك هما خطفوها وباقي كتعقل على سينا انا بنت خالد سينا لو تذكرتيني اخويا كلمتيني لا تبقى عافاك